انتي كمان بتدي كورسز في سكول اوف فاشن مانجمنت، ها؟ يس احكي لي بقى، يعني انتي غيرتي الكارير بتاعك، وانتي اساسا خدتي كورسز وكده ابتديتي تشتغلي، وبعدين ما شاء الله بتقولي عندك اولاد كمان وبتروحي معاهم التمارين، عندك وقت كمان تدي كورسز. طب احكي لي بقى التجربة دي قدرتي تعمليها ازاي، وبتستفيدي منها ايه برضو؟ ما خلي بالك انتي لسه بتبتدي الكارير بتاعك، فانتي عايزه تثبتي نفسك برضو في حته، واثبتي نفسك فيها طبعا، بس انتي في نفس الوقت دلوقتي بتساعدي غيرك، فايه اللي خلاكي برضو تعملي ده؟ والله بصي، انا سكول اوف فاشن مانجمنت لما كلموني انا كنت في الاول مخضوضه شويه. انا وبعد نسيتي، انا انا ليه لسه ابتدائيه. يعني انا ابتديت بقالي يعني 4 5 سنين، بس بروفيشنلي بقالي 4 سنين. بالظبط. لما كلموني اتحمست لسبب ان انا عشان غيرت كارير، فلما دخلت مجال الفاشن والستايلينج يعني اتخبطت في كل حته، يعني اعلان هنا، طب عملت اسيستنج في سينما، مش عارف، عملت حاجات كتير واحبطت كتير جدا جدا. ما ده طبيعي، مفيش حد ناجح إلا لما بيتخبط كتير وبيحبط كتير، بس عشان بيبقى عنده الإرادة والعزيمة إن هو عايز يوصل ده، وشايف وعارف إن هو بالظبط. إن شاء الله يوصل لها، فبيستمر، فعشان كده بينجح. فلما قالوا لي كده، وانا بعمل الكورس، ببني الكورس، لقيت نفسي بحط فيها كل التخبيط اللي انا اتخبطته ده، بس بنظام. انه قسمت بقى ان الستايلنج يا جماعه كذا حاجه، لما بستايل فنانه لمهرجان غير لو بعمل ستايلنج لمسلسل مثلا، شخصيه في مسلسل، غير لو بعمل ستايلنج لشخص عادي بيروح شغله، غير يعني كل حاجه منهم ليها، هم البيس واحد بس كل حاجه بتدخلي في تفصيله مختلفه. يعني زي مثلا لو انت بتعملي ستايلنج لمسرح مثلا، مش مهم خالص الحلق اللي الواقفة رقم 4 في المسرح، ان انت بتبصي على المنظر من بعيد، غير لو بعمل ستايلنج ليكي مثلا للبورتفوليو بتاعك على السوشيال ميديا، لا على لون الحلق هيفرق. طبعا طبعا طبعا. فده انا ما كنتش فاهماه في الاول، فالكورس خلاني اوصل لناس تانية اللي زي اللي هم النهارده زي ما انا كنت في الاول، عايزين يتعلموا، عايزين يدخلوا مجال الستايلنج، عايزين يدخلوا مجال الفاشن اصلا. ايه الفرق ما بين اصلا الفاشن ديزاين وفاشن ستايلنج؟ وده ايوه فرق كبير جدا بالظبط، جدا، يعني الديزاين ده الناس موضوع كلها تاني. بتتلخبط على فكرة ما بين الحاجتين برضه. طب يا ريت نشرح للناس برضو الفرق ما بين الفرق الستايلست والديزاينر. اكشلي الديزاينر مش شرط، يعني طبعا احسن يكون بيعرف يرسم بس، او يعرف يعمل باترون او كده، بس حتى لو ما بتعرفيش عندك فكرة وبتعرفي الديزايننج، لازم ابقى بدخل بقى في تفاصيل برودكشن، اعرف ايوه بقى هقعد بقى على الانتاج. عامل بيعمل بيشتغل بالمكنه عشان اشرح له مثلا انا عايزه البنطلون ده فيه كسرتين من هنا، لازم ابقى انا فاهمه بيتعمل ازاي طبعا عشان هو والمقاسات ازاي اعمل مقاس. طيب حلو قوي الباترون مثلا اتفقت عليه ده سايز سمول، اعملي بقى الميديوم ميديوم واللارج، ولارج. لازم عشان ما يضربش لازم ابقى فاهمه ده صح. القماشه دي تنفع مع القصه دي ما تنفعش مع القصه دي، يعني كل ده تفاصيل في الديزايننج اكتر. الستايلنج مش محتاجه قوي التفاصيل دي، انت الستايلنج اكتر بتحتاجي تفهمي ازاي تحطي فابريكس مختلفه مع بعض او اقمشه مختلفه مع بعض، احط باترن او شكل ديزاين على حاجه تانية ازاي، الاطوال، المقاس، يعني ليها سكه تانية. والستايلنج اوسع شويه، عندك مجال اوسع شويه حسب انت بتعملي ستايلنج لايه. صح. فدي حته لقيت ناس كتير قوي مش فاهماها، وناس كتير من الكورس اللي انا بديه، انا بدي تو ليفلز، بدي ليفل 1 اللي هو من البدايه خالص، ولو حد فعلا عايز يشتغل في المجال، فالليفل 1 ده ناس كتير قوي من الستودنتس ناس عايزه تفهم انا البس ايه، هم ليهم هم بيبقوا عايزين، فانا بديهم فاندمنتالز او أساسيات. الاساسيات بتاعت الستايلنج عن شكل الجسم، شكل الوش، الالوان، ازاي اعرف الالوان، البس ايه فين لما اتعزم، فين البس ايه، اند سو اون. ده تقريبا الكونتنت او الملخص بتاع ملخص الكورس بتاعي المنهج يعني. بتاعه. طيب فحسيت ان هو لا لذيذ، يعني انا بتعلم حتى منهم، بيسالوا اسئله ممكن تبقى بالنسبه لي حاجه انا عارفاها جدا، يعني اكتشف انه لا هي ناس مش عارفه التفصيله الصغيره دي، فبتحسسني ان انا بساعد حد تاني، الصغيرين بتوعي وانا صغيره يعني. بالظبط بالظبط. نريمان، انا بشكرك جدا جدا على ثانك يو. وجودك معانا النهارده بجد، يعني مبسوطه بيكي وبرافو عليكي ان انتي جريتي ورا حلمك. يعني ناس كتير ممكن يوصلوا ان هم بيشتغلوا شغلانه كويسه زي اللي كنت بتشتغليها وناجحين فيها وخلاص بقى، واتجوزتي وخلفتي والدنيا متاقلمه ومتسيستمه، بس انتي قررتي ان انتي تجسفي وتغامري في حاجه عشان انتي حباها.
ده حقيقي. والحمد لله نجحتي فيها وبتلمعي فيها، فبجد ألف مبروك ثانك يو. وبشكرك جدا على وجودك معانا ميرسي النهارده. يا شيرين، فيري نايس، وميرسي جدا جدا ليكو. ميرسي، بشكرك، ميرسي ميرسي قوي قوي، ميرسي يا شكرا. شيرين، ثانك يو، ميرسي.